موقف محمد الشناوي من العروض الأوروبية والرحيل عن النادي الأهلي. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم من جديد في فيديو جديد. على الرغم من خروج المنتخب المصري من أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن وصول المنتخب لدور الربع النهائي من البطولة وقيامه بمواجهة أربع منتخبات من أثقل المنتخبات بعد إنجاز عظيم. وحقق خلال هذه المباريات محمد الشناوي إنجازات عظيمة وتاريخية بعد قيامه بالمشاركة في مباراة الفريق الأولمبي في أولمبياد طوكيو العام 2020. وتم الإعلان عن تلقي وكيل حارس المرمى محمد الشناوي اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وقام هذا المسؤول بالتحدث معه حول تفاصيل قيام الشناوي بالتعاقد مع نادي أتلتيكو والقيام بالانتقال إليه مع الانتقالات الصيفية للنادي مقابل 18 مليون يورو. وأكدت إحدى المصادر بالنادي الأهلي بأن الشناوي لن ولم يقوم بالرحيل عن النادي الأهلي، فالشناوي يعلم جيدا أنه يقوم بقيادة مرحلة هامة وتاريخية في تاريخ النادي الأهلي، النادي الذي يقوم أولا على بناء فريق لديه القدرة على الاستمرار على منصات التتويج المختلفة سواء القارية أو المحلية. وحتى هذه اللحظة لم نحصل على أي عروض رسمية لضم حارس المرمى محمد الشناوي، ومن الممكن أن تكون هناك بعض الأحاديث مع الحارس محمد الشناوي أو مع وكيله. في نهاية الفيديو شكرا لك عزيزي المشاهد، لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك من الجديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.